وآله وسلم، وسألت بعد الترحيب بك سماحة السيد، سألتك قبل الفاصل بأن هذا الاستغراق في إحياء شعار الإمام الحسين، والبعض يقول بأن ثورة الإمام الحسين سواء كانت ثورة أو حركة إصلاحية تستأهل من الأمة أن تفدي لها، أن تعطي لها، وأن تراق لها الدماء، وأن تراق لأن أهدافها هي أهداف سامية، هي تريد أن تصحح، يعني حتى أو أن سلمنا بأنها حركة إصلاحية، ويجب أن تثير في نفوس الأمة هذه شعور القيام بالحركة الإصلاحية في أوضاعنا الراهنة. ضمن الأهداف التي رسمها الإمام، ضمن الأهداف هي تستأهل أنه نعطيها أكثر من. لا تعتقد بأن هذا الاستغراق في هذه الشعائر ربما يؤثر على يعني وضع الأمة، حياتها، تنمية، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي بشكل عام، هل تعتقد أم لا أن الحركة ينبغي أن نتمادى إلى آخر الحد؟ كم أعطينا للإمام الحسين يبقى هو قليل. في الواقع بأنه أنا أرجع وأقول بأن الإمام الحسين هناك أصل كلي لا بد أن نلتفت إليه، وهو أن الإمام الحسين عندما خرج من المدينة في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية، وكذلك ما قاله في كربلاء، ذكر برنامجا لهذه الحركة الإصلاحية. الآن أنا لا أريد أن أتكلم بمنطق أن شخص إمام معصوم يجب الاعتقاد التأسي به والاعتقاد به، لا، افترضوا أنه قائد سياسي قام بحركة إصلاحية لإصلاح أمة جده، وهذا المعنى يقبله جميع المسلمين بلا استثناء. الشيعة يعتقدون بعصمة الإمام الحسين، ولكن عموم المسلمين لا يعتقدون بعصمة الإمام الحسين، ولكن مع ذلك يعتقدون أن حركته كانت حركة ماذا؟ حركة صائبة وحركة صحيحة، لا أنها حركة ماذا؟ غير صحيحة. وهذا هو الذي يولد الإجماع على حركة الإمام الحسين الإصلاحية في أمة جده. يعني حتى أولئك الذين يدافعون عن حكم بني أمية لا يستطيعون أن عندما يصلون إلى الإمام الحسين ويقولون أنه أخطأ في الخروج على ماذا؟ في الخروج على حاكم زمانه يزيد مولانا، لا يستطيعون ذلك. لماذا؟ لأنه البرنامج الذي طرحه، الأصول التي طرحها، الأهداف التي ذكرها موضع اتفاق بين جميع ماذا؟ بين جميع المسلمين، بل أشرت في القسم الأول أنه موضع اتفاق بين جميع المستضعفين في الأرض، يعني كل مظلوم يوجد عنده هذا الهدف أو لا يوجد أمام مظالمه يوجد. إذن حركة الإمام الحسين يمكن أن تكون أسوة وقدوة لا للشيعة فقط، اللي مع الأسف الشديد احنا ده نحصره في الكيان ماذا؟ في الكيان الشيعي، بل للمسلمين، بل ماذا؟ بل للبشرية جميعا. وهذه النقطة الأساسية هي التي على أساسها نحن نستطيع أن نعرف أن الحركة الكذائية أو الحكومة الكذائية أو الجهة الكذائية أو الجماعة الكذائية مقتربة من الحركة الحسينية والحركة الإصلاحية أو غير مقتربة منها. أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه القضية الأصلية، وهو أنه لا يقول أنه هذا يرفع الشعائر أو شعار الاتباع للإمام الحسين، لا يكفي أنه يقوم ببعض الممارسات والشعائر حتى نقول هذا ماذا؟ هذا حسيني. من هو الحسيني؟ الذي يحاول أن يطبق البرنامج الحسيني في الحركة ماذا؟ في الحركة الإصلاحية التي قام بها الإمام الحسين. وعلى هذا الآن أرجع إلى العراق مولا. العراق الآن عندما نريد أن نقول هذه الجهة حسينية، هذه الحكومة حسينية، هذا التيار حسيني، لا يكفي أن نرى أنه يلطم أو لا يلطم، يضرب الزنجيل أو لا يضرب، يتطبر أو لا يطهر، هذا ليس الملاك. الإمام سلام الله عليه هو ذكر الملاك، قال الملاك هو أنه أريد الإصلاح في أمة ماذا؟ في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى، هذا هو الضابط، هذا هو الضابط، هذا الأصل الكلي الذي لا بد أن نشير إليه.
بناء على هذا الأصل أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الآن يأتي هذا التساؤل، وهو أن زماننا الآن، نتكلم الآن في العراق باعتبار أنه الآن القضية الأصلية وتصدير الشعائر وتوليد الشعائر ومنبع الشعائر دي يكون من أين أعزائي يكون المشاهد يعلم، دي يكون من عاشوراء، من كربلاء، من العراق. لابد أنه نعرف ونشخص زماننا، في زماننا أن المعروف المطلوب هو المشي الكيلومتر للوصول إلى الإمام الحسين، أو أن المعروف الذي يريده الإمام الحسين في هذا الزمان هو بناء المصنع وتنمية والرفاه والحرية والكرامة وتخليص الناس من الفقر، أي منهم؟ هنا أرجع مرة أخرى دكتور وأقول هنا وظيفة المؤسسة الدينية أن تشخص أي معروف هو الذي يريده الإمام الحسين. يعني لو كان الإمام الحسين في زماني كان يقول امشوا لي على الأقدام وعطلوا كل شيء لشهرين ثلاث، هذا هو المعروف الذي أريده منكم، أو أريد أن تبنوا العراق عراقا قويا حرا كريما يحفظ كرامة أبنائه ومواطنيه ويدفع عنهم كل استغلال وفساد، أيهما كان يريده؟ هذه وظيفة المؤسسة. إذن أرجع وأقول إذا تسألني بشكل شخصي، الآن أنا أعطيت الرؤية الكلية، تسألني بشكل شخصي أقول لا، أنا لا أوافق على هذا التمادي وهذه التوسعة في الشعائر بنحو يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى نقص الخدمات ونقص النمو ونقص الإنتاج وزيادة الفقر ماذا؟ في العراق، لأجل ماذا؟ أن نقوم بالشعيرة الكذائية. الإمام الحسين في هذا الزمان يريد منا شخصا كريما حرا قويا ومحترما، لو يريد إنسانا فقيرا محتاجا يمد يده إلى هذا وذاك ولكن يمشي له 1000 كيلومتر، أي منهم؟ شخصا من الذي أعتقد بالاتجاه الأول، أعتقد بأنه وظيفة المؤسسة الدينية. المؤسسة الدينية في أمور أخرى دينية، قد تقول لي سيدا لماذا هي تؤكد على المؤسسة الدينية؟ لأن هذه الشعائر تقام باسم الدين. لو أن الشخص يقوم بالشعيرة ويقول هذا اعتقادي الشخصي وأنا أريد ولا ينسبه إلى الدين، أنا ما عندي مشكلة معه فليفعل ما يريد، ولكن يقول أن الدين يريد ماذا؟ أن الدين يريد هذا. المؤسسة الدينية لابد أن تدخل على الخط مباشرة، تقول أن الدين يريد هذا أو ماذا؟ أو لا يريد هذا. ولكن لأننا تركنا الشعائر لغير المختصين في المؤسسة الدينية، نحن نجد كما تقول مولانا توالد ذاتي الآن ده يصير مولانا في الشعائر، يوميا سنويا عندنا شعائر جديدة مولانا، من التطين والمشي على الأرض والمشي على النار وإلى ما شاء الله ذلك. إذن المؤسسة الدينية لابد أن تدخل على الخط وتقف وتشخص للناس وتضبط إيقاع ماذا؟ إيقاع الأمة، وتقول الكيفية التي تقام بها الشعائر والكيفية التي لا يوافق عليها الدين.